يعني الأزمات السياسية المتلاحقة وأيضا وصولا إلى الحرب. أنا أعتقد أنه لم يعد هناك إعلام متخصص يركز على فكرة الأبعاد التنموية المتعددة سواء في الجانب الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي أو حتى السياسي. حتى السياسة تحولت من عملية تفكيك ودفاع عن الحقوق والحريات وحماية الديمقراطية إلى حالة من التعبئة الشاملة. أصبحنا نعيش حالة من حالة الإعلام الحربي، وهذا أثر كثير على المواطنين. وأنا أعتقد أنه من المفترض أنه في أيام الحروب والأزمات والكوارث أن يكون تركيز الإعلام بشكل كبير على المسائل التنموية المتعددة وبالذات البعد الثقافي الذي يؤسس للتعايش والتسامح. لكن ما يحصل أن الحوثية حولت الإعلام بكله بما في ذلك المساجد والإعلام الجديد إلى إعلام حربي، وبالتالي هذا الاغتيال الكامل للعقول هو اغتيال أيضا لحياتهم بشكل أو بآخر. ونعرف الوضع والأزمة التي تعيشها اليمن اليوم في كافة المجالات، نعم، مع انعدام الأمن الغذائي لا يوجد، حتى كانت هناك مشاريع إعلامية متعددة تشتغل في مسألة يعني تثقيف المجتمع، تثقيف المزارعين، هذه حتى اختفت، لم نعد نلقى لها أي عناوين في الإعلام المرئي والمسموع. نعم. حتى الإعلام الترفيهي الذي ينمي يعني ذائقة الناس قامت الحوثية بإغلاق من ليس معها، وهي عبارة عن إذاعة فنية. وأنا أعتقد أنه حالة التعبئة الشاملة التي تعيشها الحوثية هي تقودنا إلى حالة من الحرب المستدامة وإلى حالة تعظيم المأساة الإنسانية وإفقاد التنمية معناها.